السلام عليكم. اي مشروع ممكن اجي اضيف ناس دي المشروع دوت، اجي درجة هنا edit information، اعدل الانفورميشن اللي موجودة، يعني الكود مثلا كود العام رقم 13 in progress، الادرس تكتب بقى العنوان اللي انت عايزه، تمام. ممكن تقول له بعد كده انا عايز اضيف ناس للتيم بتاعي، وتختارهم بقى على الفرازة، تمام. تكتب ايميل الشخص اللي انت عايزه، وتحدد هل هو بس بيعمل كولوبريت، ولا هو ليه امكانيات اكتر، ولا هو ادمن فمن حقه ان هو يعمل ابلود واكسبورت ويشوف المعلومات كلها زي ما انت عايز، تمام. بتعمل فبيبعت له ايميل بالمعلومات ديت. ممكن تعمل اكسبورت لكل المعلومات ديت، بحيث يبقى كل واحد اسمه الايميل بتاعه والصلاحيات بتاعته والشركة وهكذا. واي واحد ممكن تعمل سيلكت عليه وتقول له اديت وتعدل الامكانيات، وتبدا تعمل جروبات، بحيث ان مثلا الجروب دوت ده المعماريين، ده الانشائيين، ده الكهروميكانيكال، ده اللي من حقهم يشوفوا المعلومات ديت. الجروب نيم مثلا ار نيكست، ده هيبقى فاني سيلكت بيبول تو اد تو ذا ارك جروب، تختار الناس اللي موجوده تضيفهم لقلب الجروب، تمام. وبعد كده سيتنج، هنا دي الاعدادات الخاصة بالمشروع دوت، تمام. ده اللي هو البروجكت كود، البروجكت تايب، الستاتس، الادرس، لو في اي كومنتات، التاريخ ده هيبتدي امتى وينتهي امتى، تقدر تعمل اديت لكل المعلومات دي.